السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الوطني لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. أقيمت أمس قرعة الدور الفاصل للمباريات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وهذا في الكاميرون تحت إشراف شخصيات إفريقية معروفة، حيث أجريت القرعة في ظروف مناسبة، لكن حدثت أشياء غريبة، وهذا ما لاحظه رئيس الفاف وأغلبية الجزائريين، حيث بعد سحب الكرة الأولى التي أسفرت عن ورقة المنتخب الكاميروني، بعدها إذا لاحظتم الشخص الذي سحب كرة الجزائر لم يحرك الكرة أصلا، بل اتجه مباشرة للكرة ورفعها كأنه يعرف مكانها، وقام بوضع يده وسحبها مباشرة لأن المنتخب الكاميروني يريد مواجهة الجزائر، خصوصا أن القرعة حدثت في الكاميرون. ورغم ذلك سنبين للكاميرون أنها في مواجهة منتخب قوي ولا يقبل الهزيمة، خاصة في مباريات حاسمة مثل هذه، وسنتأهل بإذن الله. بالتوفيق للمنتخب الجزائري.